بسم الله. من الحاجات الجديدة في ريفت 2017.1، يعني لما تعمل تحديث لريفت 2017 بسطة بسيرفس باكج، بلاقي هنا ظهر لي في قلب المانج داينامو بلاير وعمل تحديث للداينامو. الداينامو لغة برمجة مرئية بحيث ان انا اقدر بسهولة جدا ادي برامج او ادي برمجة للريفت بحيث ان هو يعمل لي اوامر بتاخد وقت كتير في عملها. تمام، داينامو بلاير بيشغل لي ملفات الداينامو ديت، يعني ممكن مثلا اقول له سيلكت اول نوت كي نوت، لو في كي نوت موجوده سيلكت اول تاجبل اليمنت، تمام، فهو سلك لي كل العناصر اللي ممكن تعمل لها تاج او يعمل ابديت للشيت. تمام، ففي بعض الاوامر اللي كانت بتاخد وقت لا بكل سهوله تقدر تشغلها من خلال الداينامو بلاير، وتقدر تفتح اي ملف فيه ملفات داينامو وتبدا تشغلها.